وشو قصة المياه الغازية؟ كانت شبنم ما بتشرب كولا، وكانت أختي آيسل تقلها بعطيكي مياه غازية يا مجنونة. وبقيت من هداك الوقت. كيف لقيتي هالمكان؟ أول أيام المدرسة طلعت مشوار مع شبنم وكنا كتير جوعانين، دورنا على مكان وما لقينا، يعني ما كان معنا مصاري تكفي. أنتي ما كان معك؟ فهمت، شبنم ما كان معه. مو مهم، شافت شبنم المكان وقالت تعي نقعد، ومن بعدها صرنا كل أسبوع نجي بعد المدرسة. بس هيك حكيتي بطريقة حلوة كتير، أنا حسيت حالي كنت معكم. إيه؟ ليش إجيتي اليوم؟ ليكم سكر؟ بس انزعج بلاقي حالي على طول هون. بلكي بفكر شوي بالذكريات وبنبسط. قولي لي كيف بلش حبك للمطعم؟ صحتين وهنا. أنا كتير جوعانة. أختي آيسل يسلم إيديك. يلا شربوا قبل ما يبرد. يلا معلقة. ريحته حلوة، شو مكوناته؟ كل ما بتجي بتسأليني نفس السؤال. قومي مشي معي. يلا 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 يلا. فهميني لوين أخذ رفيقتي؟ قوليلي لوين أخذتي يا أختي آيسل؟ يلا طلع 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 طلع. الريحة كتير طيبة. بما أنك شميتي ريحتها قولي لي شو المكونات اللي بقلب الشوربة؟ برافو عليك، عرفت شو السر بسرعة كبيرة. تعالي لهون، القصة مو بالشم بس. رح تخليني اخلطها؟ ايه انت رح تخلطيها. السؤال عن الطريقة السهلة، بس ما رح تفهمي حلاوتها الا ما تطبخيها انت يا بنتي. عم بتوتر لانك عم تطلعي فيني هلا. انت بس بتحركي الشوربة يا بنتي بس، والواضح انك كتير بتحبي الطبخ. يا شيف اثنين شوربة. تفضلي خدي. تفضلي. اوه خدي، عن جد لعبق لك. تفضلي. شكرا كثير لك. الشوربه جاهزه. يسلموا ايديكم يا بنات. صحه وهنا. بهالطريقه
وبعد هداك اليوم أنا عشت حياتي لحتى أطبخ. احكي لي لشوف كيف بلشت؟ قصتي مو مثل قصتك. يعني ما بدك تقلي؟ لا مو هيك، بس بابا ورث مطعم صغير بعنتاب من جدي، تعلمت الطبخ بالفترة يلي عشت هنيك، بس كل شي تغير لما اجيت على اسطنبول ادرس. درست مطبخ فرنسي لسنتين واشتغلت مع الشيف ايوب. ذاكرتك قوية. ما بنسى السي في تبع الناس اللي بيشتغل معهم. شبك بسمعك اذا بتحبي تحكي. برايي بكفي حكي هالقد. هاد هو. شو صار؟ أردا كتب عنا، تعي شوفي. ورجيني. النجم الفرنسي في اسطنبول، المطبخ الفرنسي. الشاب هون طلب وجبة تانية اختي، حطي ببالك هالشي. يلا منك يا خيري أخ. أوف يا شو المشكلة؟ الطريق لقلب الرجال معدته. أهلا وسهلا فيكم، لما تأخرتوا عن الموعد فكرت تراجعتوا. معقول هالشي؟ ما فينا نرفض دعوتك اللطيفة، خلوني أعرفكم، عمتي فيزا. تشرفت بمعرفتك. بابا. حازم. سلطانة. أنا فرات، تشرفت بمعرفتك. وأنا بالأكثر يا ابني. تسلم. أهلا وسهلا. ميرسي. أهلا وسهلا. تفضلوا اقعدوا هون لو سمحتوا. تفضلوا تفضلوا. شكرا بنتي. شكرا كثير. تفضلوا تفضلوا. ميرزا سيفيل، تعالوا تموا بضيوفنا، انا وخالتي رح نتفقد التجهيزات بالمطبخ جوا. عن اذنكم شوي. خالتي شو عملتي انتي؟ شو عملت يا ابني؟ ليش عزمتيهم لهون؟ عن جد انت يلي عزمتيهم؟ ايه انا يلي عزمتهم. مو قلت ان فكت رهن المحل يا ابني؟ هي البنت ساعدتنا، ما منعزمها؟ بدي نعزمهم بشكل يليق فينا. عملت شي غلط؟ ليكي اختي انت كتير بتحيري، ها ما منعرف بشو عم بتفكري هلا. هذا اللي بدي اقوله، انت فاجأتينا خالتي، حيرتينا. شو بدك؟ اللي شو صار لك كل عزيمة غدا يا ابني؟ شبكم كلكم تفاجأتوا؟ ما عم افهم. صحتين وهنا، اهلا وسهلا. شكرا شكرا. بس قلي لي يا بنتي نحن ليش اجينا لهون؟ ما عم بفهم. رح تطلع ريحة تيابنا، وهي ريحة على فكرة ما بتروح بسرعة. يعني مو كنتي بدك تروحي تلعبي شدة مع رفقاتك عمتي؟ ليش غيرتي رأيك بآخر دقيقة؟ حياتي حسيت بالفضول، أصلاً هذا الشيف هو غموض بغموض، وهلأ طلع عنده خالته مثله. حلو كتير، هي اجيتي وشفتي، صار فيكي هلأ تروحي وتكملي برنامجك عمتي. لا تخافي غيرت كل خططي، رح ضل معكم. طلعي على هذا المكان، فعلاً كأنه نحن ببرنامج الأناضول شبر بشبر. شايفتك كتير مرتاح يا أخي، ما شاء الله عنك، قاعد كأنك زبون بمطعم الكباب. طلبت ناس لهيك اجينا، حشت بربري وتحكي. اعترف انه فضولك هو اللي جابك. عزمونا واجينا، خلص المتغدى ومنروح، تمام؟ والله انا مو مصدق الكلام اللي قلتيه، بس كانه انت ناوي على شيء. الله يسامحك ابني، شايفني وحده بتغلط بحق الناس يلي ساعدوها؟ لا ما بتعملي هيك انت. عكل انا رايح لعندهم لانه عيب. ماشي ابني. اختي على اساس مستحيل تمشي مع هاي البنت بنفس الطريق، كيف حتى عزمتيها على الغداء؟ خلينا نقعد ونشوف يلي رح يصير. شوفي صرتي عم تتصرفي بغموضها، فكرت اني فهمتك بس بين اني ما فهمت شيء. اسمعي اختي سلطانه،
تكوني بلشتي تحبي على هاي البنت. أنا بدي حل كل شي اليوم يا جولي، وهديك البنت رح تفهم. شو يلي بدها تفهمه أختي سلطانة؟ رح تفهم إنه طريقة غير طريقنا. هيك تمام، كفتة عربية مع سلطة اللبن وطبق سلق الزيتون الطيب وطبق المطعم تبعنا. أول مرة بسمع فيهن. هاي هي الأكلة يلي فيها بقوليات صح؟ صح، وهذا الصحن فيه الباذنجان المحشي الخاص فينا، واثق إنه ما دقتوه من قبل. دوقوا. قال عطانا شرف كبير. مبين طيب كتير. صح وهنا، رح جهز الكباب وجيبه بعد شوي. انتو عندكم أكلة مشهورة اسمها شيفندر صحيح مو هيك؟ صح، بس هي ما فينا ابدا نحضرها هلا اخي لانه التوم اجا وراح. عن جد طريقة حكيك بتضحك كثير. بس يعني خلص موسمه هيك بيقصر. الشيفندر بيتحضر بتوم جديد. يا ترى هذا الباذنجان باذنجان عنتاب؟ في منه هون؟ لا، بيجي من عنتاب. اختي ما بيعجبها باذنجان هون، هاد باذنجان منطقة برجيك صافي 100%. فيكن تجيبوا لي منديل مبلل بالمي لو سمحتوا؟ سيفيل، جيبي منديل مبلل. تفضلي. ايه، هذا منديل مبلل؟ منديل مبلل بالكولونيا؟ انا بدي اغسل ايدي ممكن؟ وين؟ طبعا، تفضل. تفضل، المغاسل هون. ما خبرتك قبل اني ابوها لناز، بس ليتي ما كانت انه اخدعك، بس الوقت ما كان مناسب. يا ريتك خبرتني، لو بعرف ما كنت بجيب سيرتها للبنت من وراها وقدام ابوها كمان. تفضل. يعطيك العافية شيف. الله يعافيكي. شو ما كنت بتعرف إنه نحن جايين؟ كأنك عصبت وقت إجينا. ما عصبت، بس لو بعرف جايين ما كنت خليتكن تنحطوا تحت الأمر الواقع بهالشكل وبهي الطريقة يعني. ليش عم تحكي هيك؟ برأيي خالتك عزمتنا بطريقة كتير حلوة ولطيفة. أنا أجيت برغبتي لهون ومبسوطة أني أجيت. إيه أكيد، إذا كنت متضايق من شوفتي كل يوم وكل شوي حتى بإجازتك فمشكلتك. لا حضرة المديرة، هي أحلى إجازة قضيتها بحياتي كلياتها. السلام عليكم. أهلا وسهلا. أهلين، أهلين فيك. إن شاء الله الحظ والرزق يرافقكم. كتير حلوة، بس مكتوب عليها بالصينية عبارات مثل حظ حلو وقدر حلو. إن شاء الله ما بتشوفوا أيام سيئة بقى. ما في داعي، عذبتي حالي. سيفيل بنتي خديها حطيها جوا. آسفة كتير، بس ما فيني علق شي ما بعرف شو مكتوب عليه، لأنه هذا المطعم غير مطعمكم، لأنه زبائننا شعبيين عاديين. ايه والله مزبوط، بيفكروا انه يلي مكتوبه مسبه، شو بيعرفنا؟ عم تقولي مسبه؟ لا مو لهالدرجه. خلينا نقول انه علقناها على الحيط اختي، رح يفكروا العالم انه نحن بنقدم اكل وجبات صينيه بمطعمنا، وبيبلشوا يبعثوا طلبات اكل صيني، بدنا وجبه ونص سوشي، شو منعمل؟ ايه ما فينا نرفض طلب الزبون، منصغر المحشي ومنقدمه للعالم، كلامي صح مو هيك؟ أخي؟ اول شيء السوشي مو طبق صيني يا زكيه، هذا طبق ياباني. ها تفضلي، شوفي ما فهمت مثال المحشي. سيفيل جيبيها لهون اختي. دبر الامور ارتاحي. ها أعطيني لشوف. إن شاء الله بتجيب الحظ وبتجيب البركة وتجيب كل شي حلو لإلنا. ما كان ضروري. معقول هالحكي؟ تعذبتي وفكرتي فينا وجبتيها، شكراً لإلك. يلا تفضلوا دوقولي هالكباب، وأنتوا جوا تفضلوا كمان. هاد كباب السميد وهاد كباب عنتاب بالفستق المشهور. يلا يا أولاد تفضلوا حتى نتعشى سوا.
انتو بتخلوا موظفينكم يقعدوا معكم وياكلوا؟ نحن ما منقول موظف وما منعرف المدير، كلهم هون ولادنا. سيفيل بنتي أصلاً، وجولين دام هي بتكون جارتي ورفيقة عمري، وميرزا وأرجين مثل ابني فرات، يلي لازم تفهمي إنه نحن عائلة وتفكيرنا واحد، ولو إجينا من أماكن مختلفة بس نحن عائلة حلوة، هيك نحن منقول. أختي كلامك كتير حلو، كأنه من سيناريو لفيلم قديم. أو ما رح ننسى اليوم أبداً. يلا خلونا ناخد سيلفي. يلا يلا، الخبز لبدر والمي لخضر، كلوا الأكل بشراهة ونهم. يلا قول ندام. قالت نهم؟ هي قالت نهم؟ شو هالكلام يلي قلتيه قولي ندام؟ طيب أختي انتي عطول بتقوليها، هي مو يعني صحة وعافية بضيعتكن يا فرات؟ اه بكفي حكي قولي ندام، صحة وهنا يا بنتي. تفضلوا. صحة وعافية. تفضلوا. يا بنت صحنك كله فاضي، ميرزا جيب كباب للعمة. لا لا حياتي أنا ما عاد بدي أكل، أنا عاملة حمية البحر الأبيض. لا يا بنت، البحر الأبيض البحر الأسود، لو اجتمعت المناطق كلها سوا ما فيها حمية كباب. دوقي هالكباب هاد، دوقي هالكباب. والله لا تدعي لي بياخد العقل شوي كمان من هاد. استني استني بدي عبي لك صحنة. أنا ما بدي خلص قلت لك ما بدي كباب عندها. قلت لا 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 لو سمحتي لو سمحتي لا شو ايه لا ايه تعالي كلي بدي طعميكي من هذا الرز كمان. لا طيب ما بدي لازم تجربي لو سمحتي خلص. ايه والله على جستي. كيف؟ معي إذا ما أكلتي منه بتمشي بجنازتي وبتصلي على روحي. لا أنت ما نك طبيعية روحي. افتحي تمي. معقولة أنت يا جولين دام هيك بيقدموا ليا؟ خلينا نجيب خبزة طرية وطيبة من هون مشان نعمل سندويشة، ومنحط من هي شوي جواتها وهي كمان هيك. تفضلي تفضلي صحة وهنا. ما بدي أكل شكرا كتير. لا تخجلي تفضلي كلي. شو قلتي؟ لا تخجلي امسكي مني. رح أخذها أنا. طيبة كتير. سلم إيديك. خليني أنا صب لك هيك أسهل. بتحطيها بقلب الخبز طيبة مع اللبن. ها صحة وهنا. شكراً كتير. عن جد كتير طيبة. شرينا الزيت. ملح ملح قولي ندام ملح. تفضلي. الملح بيشرب الزيت. أختي المساء قبل ما تحطي القميص بقلب الغسالة نعيم منيح قبل بشوي بمي وبيرسيل. ماشي؟ وليش؟ مشان ما يضل الزيت. يا بنت قولي أنت عاملة حمية ولا عاملة إضراب؟ أنت لا بتحضري الأكل ولا بترتبي البيت. إيه والله الحياة كتير حلوة. يعني حرفياً أنا هلأ عم بتعرض لأكبر صدمة حضارية ممكنة بالعالم. أنت كتير غريبة حياتي. عن جد أنا يلي غريبة حياتي. يا أختي والله أنا بلشت اليوم بحمية البحر الأسود، ما حدا يطلب مني أعمل أي شيء من اليوم. قولين دام قولين دام أعطيني أعطيني الفطاير من عندك. يلا شو صاير لك قولين دام؟ الأنسة يلي هون ما بتغسل تيابها لحالها، لهيك ما بتعرف شو عم تقولي. انتي قولي لموظفات الغسيل تبعي وهنن بيعرفوا كيف ينظفوا. ميرسي. خافوا من البنت يلي بتقول ما بدي اكل. خدي يا روحي جبت لك عصير اشربي حتى تمشي معدتك. وانتي خدي يا حلوه. عيب شبيك خلاص كانت لا تاكل كل شيء محطوط على الطاوله. كل شيء كان طيب
يسلم ايديكم. صحة وهنا. بجيب لك كاس عصير تشربها؟ لا شكرا لك. يا اولاد جيبوا الحلويات. لا نحن لازم نروح. لا 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 تروحوا خليكم بناكل حلو وبنحكي بكم قصة ما بصير. ليك بابا كان عبالي ضيف الحلو انا طبعا بعد اذن خالتي واذا سمحت لي فوت على مطبخها. اكيد ما في داعي تستأذني بس ما عندنا كامل المواد او حتى باقي المواد يلي انت بتستعمليها. ما تاكلي هم انا جهزت اموري. شكراً لإلك. صار فيني فوت على المطبخ؟ خليني ساعدك. قصدك ما بتترك مطبخك لغريبة؟ لا مو قصدي هيك، أنا بفضل ساعدك بأول مرة بتيجي لعنا. آي صارت معدتي غريبة كتير.